السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، صباح الخير. كي صبحتوا مع تمارا ديال العيد، ان شاء الله تكونوا كاملين على خير وبخير. اليوم جينا بواحد الوصفة، غادي نصاوبوا الكتف ديال الخروف في الفران. ومرحبا بكم مرة تانية، ونبداو على بركة الله. المقادير: بسم الله، كنحتاجو الكتف ديال الخروف، هي مصوبة على هذا الشكل هكذا. كنحتاجو 60 غرام ديال الزبدة، معلقة ديال السمن، معلقة ديال الكمون، معلقة كبيرة ديال القزبر حبوب مطحون، شويه ديال السودانيه اللي كيبغي الحرور. كنحتاجو الخرقوم، معلقه صغيره، معلقه صغيره ديال التحميره، معلقه صغيره ديال الابزار البيض، الكوزه اللي غادي نحكو، الملحه، الابزار كحل شويه، سكينجبير، وهنا الثومه. وكمرافق لهاد الكتف ديال الخروف غنحتاجو ارز بسمتي، الرز اللي عندكم توفر. كنحتاجو الزبدة، كركم، إبزار بيض، شوية سكينجبير، الملحة، وهنا كمون السيمات. كنحتاجو حبة ديال الهيل والقرنفل وشوية ديال العود ديال القرفة وورقة سيدنا موسى. نبداو على بركة الله. دابا غنوجدو الأرز ديالنا. كنديرو الزبدة، ورقة سيدنا موسى، كنديرو العود ديال القرفة، كنديرو حبة الهيل والكرنفل، نخليهم هكا واحد الريحة غزالة طالعة. نخليهم بحال هكا، كنضيفو لهم الرز، ونخليه يتقلى. بعد ما تقلنا الرز، تقلى في الزبدة ومع القرنفل وحبة الهيل وقصيدنا موسى، كنضيفو له الملحة، السكينجبير، الخرقوم، والإبزار بيض، وكنخلطو. هنا غنديرو كيف ما درنا زلافة ديال الرز، غادي نضعفوها، نزيد ندير الماء، يعني جوج زلايف ديال الماء. وكيف يغلي غنسدو عليه، نسدو عليه، كي تبدا تصفر الكوكوط غنقصو عليه، لأنها مهيلة. يلا تابعونا من بعد ما نسالي. بسم الله على بركة الله. كتسمعو غطينا الرز، خلينا كتصفر. دابا ناخدو موس وغادي نحلو الكتفة ديالنا بحال هاد الشكل هذا، باش غادي نشرملو، باش ندخلو فيها شرمولة. هنايا كذلك على هاد الشكل هذا بشكل مائل،
نسيت ونص كاس ديال الزيت، ما كاملش نص كاس لان ديجا فيه الشحمه ما نقدروش. غطلقنا ديجا الزيت ديالها، هذا نسيت ما قلتها لكمش في الاول. نزيد نحلو الموت هكذا بهذا الشكل، هذا كيف ما كتشوفوا هذا الشكل هذا. نخليوها على جنب ونبداو في الشرموله ديالنا كيف ما قلنا من قبل. البوزة نخليوها تلحقوها، نديرو التحميرة، كركم، البزار بيض، سكينجبير، شوية البزار، كحل، الملحة، باش ميبناش مسوس، كمون، كزبر، حبوب، تحنان، السودانية، لي عزيز عليه الحروف، نخلطو هادو، ناخدو الكوزة، نحكوها. كتعطي لنا واحد المذاق غزال الكوزة، غير كسبر حبوب، نديرو الما سخون ديالنا هكذا على القياس ديال الكاس. كيف ما قلت لكم يعني هنايا غادي اللي بغى يدير الزيت غيديرها، اللي بغى يدير الزبده غيديرها. انا غندير الزبده، كنفضل الزبده، ندير الزبده كيف ما قلنا 60 غرام مع معلقه ديال السمن. وهذا غيدوب لنا الزبده ديالنا، غادي يدوب عفوا. هنا من بعد ما دابت لينا كنضيفو لها الثومه، نخلطو مزيان ونبداو على بركة الله نشرملو الكتفة ديالنا. نخدم انايا بيديا، كي بغا يدير شي تاي يديرها، ولكن كاين احسن من اليد باش كتعرفي الشرمولة فين كتمشي بالضبط. هانتوما الطريقة هذه، باش كتحمر لينا بهذا الشكل هذا كامل. ودابا نقلبوها باش نشرملوها حتى النور، المهم انا يبقي واحد شويه ندوروها. بسم الله، هنا غادي نرجع حليتها من هنايا النور. نبقى
كنستمروا بهذه الطريقه هذه حتى كنشرملو في الماء كامل. من بعد ما شرملنا لها مزيان دخلنا لها شرموله من هنايا وكذلك من تحت، ما غادي نديرولهاش على الوجه ديالها ما يكون من الفوق، الوجه ديالها غيكون من تحت وهذه من الفوق باش طيب لنا مزيان. نحطوها هنايا الشرموله اللي بقات نديروها هنايا بقات لنا نحيدو هاد الحسن هذا عشان نحيدو الكات ناخدو ورق الزبدة على الشكل هذا دائما كما تجي كنصيحة أي حاجة تدخلوها الفرن ما ديروش نيشان البابي ألمنيوم، ديروا ورق الزبدة عاد غطوا بابي ألمنيوم. نجيب بابي ألمنيوم ونغطيها وندخلوها الفرن كتستغرق واحد المدة ديال ساعة ونص حتى لساعتين. دابا نطلعو الورق ديالنا هما كيف ما كتلاحظوا، ها هو ملي كيدرنا هاد التقيبات هادا هاهي حبة على ختها نوريكم هكذا هي كيجي كيجي طايب لنا وجدنا اللحم ديالنا ونديرو في طبق التقديم ان شاء الله. السلام عليكم، احنا هيا الكتفة ديالنا من بعد ما وجدات طيبناها، ها هو الرز ديالنا نقرب لكم اكثر، درنا الزيتون كورنيشو والفرماج باش زيناها، وهي كتفة كل واحد وكيفاش كيحضرها، كاين اللي كيدير بها الخضرة، انا درت بها الرز بالفعل كتجي غزالة. وكمرافق درنا البقولة، هذا الدنجل حنا عاد كنحطو باش نتغداو، درنا الدنجل ودرنا البقولة ها هي وبالمشروبات وبالصحة والعافية ان شاء الله. نتمنى هذا الفيديو هذا يعجبكم، منو الاعجاب ديالكم ما تنساونيش تدعموا القناة وباللايكات ديالكم والتعليقات ديالكم حتى هي. نتمنى لكم عيد مبارك سعيد بالصحة والعافية، نتمنى الله تجربوها. الى اللقاء الفيديو اخر ان شاء الله.